ايه رأيكم في بيتزا صحية جدا وطعمها حلو جدا وسعراتها قليلة جدا ومليانة ألياف ومليانة بروتين، ده هاي بروتين كمان، وكل الجمال ده في 6 دقايق. يعني هنعمل أحلى وأجمل وأظرف وأسرع بيتزا تاكلوها وتستمتعوا بيها وتتعشوا بيها كمان وتفطروا بيها وتتغدوا بيها. هنعمل أسرع بيتزا شوفان في الوجود، ومكوناتها وعجينتها مفيش أسهل من كده. بصوا جمالها، لوحة فنية، وتسويتها كمان في الاير فراير او القلاية الهوائية، وممكن كمان في الفرن، مفيش اسهل ولا احلى ولا ألذ ولا اطعم من كده. هتحبوها حب زي ما انا حبيتها وقعت في غرامها كمان، طرية ولذيذة ومشبعة. عايزين تعرفوا عملت القمر ده ازاي؟ اعملوا لايك، ولأول مرة تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك، ويلا بينا على المقادير عشان نعمل البيت زي القمر دي. يلا بينا. في البداية كده هيكون عندي حوالي 40 جرام من الشوفان الحبة الكاملة، هاخدهم طبعا اطحنهم كويس جدا جدا، احولهم لدقيق. طبعا ممكن نستخدم الدقيق الشوفان الجاهز، ينفع عادي مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين هو ده الشوفان الحبه الكامله مش الشوفان السريع. هاخده اطحنه كويس في مطحنه او البلندر ويتحول معايا دقيق بالشكل الجميل ده والظريف ده. خلاص احط عليه كده رشه كده بسيطه من الملح وحاجه كده بسيطه من الاوريجانو او الزعتر وشويه ثوم وبصل بودر مفيش مشكله، ونقلب بقى كل المكونات الجافه دي كده معايا. وبعدين هنزل عليه ببضايه واحده بس، طبعا دي اختياري مش عايزين تحطوها مفيش مشكله، بس انا كمان بحطها كماده ربط وكمان بعلي البروتين في الوصفه، فاهمين قصدي. وبعدين هنزل عليه بمعلقه كده حلوه من الزبادي اليوناني، معلقه كبيره كده. تمام، الزبادي اليوناني ده انا عاملاه في القناه، لو عايزين تعرفوا طريقته هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. خلاص كده بقى عندي بروتين بتاع البيض والبروتين بتاع الزبادي، يبقى كده زي ما قلت لكم هتبقى هاي بروتين. هنقلب بقى كويس جدا، ابتدت تلزق في بعضها مفيش مشكله، وهنزل عليها بربع معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، ما تكتروش عن كده. خلاص ولا بقى هنستنى تتخمر ولا اي حاجه، على طول كده في السريع يعني. وانزل عليها بحوالي معلقه صغنونه من زيت الزيتون او اي ماده دهنيه انتوا عاوزينها، وقلب. بصوا العجينه ابتدت تلم معايا، طب مش هنحط لها ميه ولا حليب ولا خالص ولا اي حاجه، الموضوع سهل وفي ثواني زي ما قلت لكم هي في 6 دقايق بتكون جاهزه. طيب هسيبها ترتاح بالظبط يعني دقيقه او دقيقتين بالكتير عشان بس الشوفان يشرب كل السوائل الموجوده معايا في العجينه. هي طبعا هتفضل ملزقه كده عادي مفيش مشكله. وبعدين هعمل ايه؟ بصوا ده شكلها بعد ما ارتاحت بالظبط حوالي دقيقه او دقيقتين بالكتير. ممكن طبعا اخدها ان انا اسويها في الفرن مفيش مشكله، بس انا هسويها في الاير فراير. ده القالب بتاع الاير فراير، طبعا ممكن تحطوها في ورق اللي هو البارشمنت بتاع الاير فراير مفيش مشكله عادي برضو، الموضوع سهل جدا. ده القالب ده سيليكون، هبل ايدي بس ميه من وقت للتاني كده عشان اقدر افرد العجينه، لان هي طبعا بتلزق جدا جدا. هحطها في الاير فراير بالظبط بالظبط على حوالي 5 دقايق بالظبط كده، يعني عشان العجينه تنشف معايا شويه وما تبقاش نيه او قلبها ني من جوه. لو احطها في الفرن يعني برضو في حدود 7 دقايق كده، فاهمين قصدي، الموضوع سهل قوي. هخرمها بس تخريمات بسيطه عشان ما ترتفعش معايا، وده التوبينجز اللي انا هحطها او الحاجات اللي هحطها على البيتزا من فوق، شويه زيتون على فلفل على بصل على شويه مشروم، يعني اللي موجود، فاهمين الفكره. وبعدين هحط بقى صوص البيتزا، طبعا احنا بنشجع المنتج المحلي مش بنجيب اي حاجه بقى في المقاطع والكلام ده. ده صوص بيتزا مكوناته كلها صحيه مفيش منها اي ضرر، وطبعا ممكن نعملها في البيت بس انا عايزه انجز يعني. هاخد بس معلقه واحده كده يعني تكون معلقه كبيره من الصوص بتاع البيتزا الايطالي، وابتدي ان انا اطلعها. طبعا بعد ما سويتها شويه في الاير فراير يعني بعد 5 دقايق هبتدي اعمل الخطوه بتاعه الصوص بتاع البيتزا والحاجات دي، يعني هي بقت متماسكه جدا جدا جدا. خلاص واحط بقى التوبينجز اللي عندي، شويه بقى الموتزاريلا، طبعا دي انا عاملاها قبل كده معاكم في القناه برده، سهله جدا جدا، عاملاها من الجبن القريش. هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاع الحلقه في صندوق الوصف. واحط شويه من الطماطم، حطوا بقى الحاجات اللي انتوا عاوزينها، عايزين تحطوا بيبروني، عايزين تحطوا سلامي، تحطوا انشوجا، تحطوا تونه اللي انتوا عاوزينه، عايزين تحطوا بسطرمة اللي انتوا عاوزينه برده، شويه كده من المشروم، وبرده الفلفل الحامي بيعلي معنا الحرق وبيدي طعم خطير للبيتزا. اوكي، وشويه من الزيتون بالشكل ده، هي دوبك هتخش كمان الاير فراير يعني على مثلا دقيقه او 2 عقبال بس المكونات كلها ما تسيح على بعضها مع الموتزاريلا والكلام. طبعا هحط بقى الموتزاريلا عندي، احط منها براحتي لان هي زي ما قلت لكم بروتين عالي جدا ومعموله في البيت من غير اي مشاكل خالص.
طبعا لو هتستخدموا موتزاريلا من بره هاتوا النوع اللي هو الطبيعي. هحط على الوش كده شويه من التوابل الايطاليه بتاعه البيتزا. خلاص ده شكلها بعد حوالي دقيقتين بالظبط في الاير فراير. نقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل. مش قلت لكم ان هي سهله وسريعه وشكلها يا جماعه خطير بجد وريحتها تجنن. يعني في اي وقت كده جعانين وعايزين ناكل بيتزا وخايفين نخرب الدايت دي هتسد معانا جدا، لان بصوا البيض والزبادي خلوها طريه قوي، طعمها جميل كده، القطعه الواحده مشبعه مشبعه جدا 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 جدا. وزي ما قلت لكم ممكن نستغنى عن البيض ونعملها بالزبادي بس مفيش اي مشكله عادي. بصوا كده بقى معايا شوفوا السلايز دي عامله ازاي. يعني ممكن مثلا تطلع سعراتها مثلا ما تعديش مثلا 200-250 سعرة، 300 بالكتير يعني عشان التوبينجز والكلام ده، لكنها روعة روعة روعة. بصوا كده بصوا التسوية من تحت عاملة ازاي. الاير فراير برضو بتنجز معايا الوقت كتير، برضو كنت عاملة ريفيو عنها قبل كده، لو عايزين هسيب لكم اللينك بتاع الحلقة في صندوق الوصف عشان تعرفوا كل مميزاتها وكل عيوبها. بصوا بقى سيبكم الرغي ده كله وشوفوا اللوحة الفنية القمر دي. بصوا بقى الموتزاريلا بتمط ازاي، واحلى حاجة ان هي طبيعية 100% تجنن. يعني انتوا لو معايا بجد كنتوا تستمتعوا زي ما انا مستمتعة بالظبط. يا رب يا رب تكون حلقة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا. وما تنسوش تعملوها وتبعتولي على جروبي على الفيسبوك عائلة سكر دايت. بحبكم جدا واشوفكم المرة الجاية على خير. سلام.